وسهلا بيكم أبناء الطلبة، طلبة جريد 4. هنكمل مع بعض إن شاء الله الإكسرسايزز اللي على الـ First Lesson الـ First Unit. شرحنا المرة اللي فاتت الـ 100,000، النهاردة إن شاء الله هناخد عليها إيه بعض الإكسرسايزز إن شاء الله نقدر نحلها مع بعض بسهولة. أول حاجة بيقول لي complete the table as in the example، زي ما هو عمل في الـ example أنت كمان إيه تعمل. حاطط هنا الـ place value unit 100 unit 1000 100 1000 ومقسم بقى هنا الـ 7 حطها في الـ unit الـ 2 دي في الـ 10 1 في الـ 100 وهكذا 3 في الـ unit بتاع 1000 4 في الـ 10 بتاع 1000 5 في الـ 100 بتاع 1000 برضه هتعمل نفس الموضوع ده يعني. هنا 1 هروح اكتب ايه 1 2 في 10 اكتب برضه ايه 2 6 في ال 100 ادي 6 كده خلصت اول 3 نمبرز. اخش برضه على 3 نمبر اللي بعده 8 في اليونت بتاع 1000 ادي اليونت بتاع 1000 اعمل فيها 8 7 في 10000 7 في 10000 4 في 100,000 4 في 100,000 نفس الموضوع تكمل انت في الدنيا ابتدائي الاكزامبل. تعالى نحل مع بعض اخر اكزامبل. اخر اكزامبل معاه بيقول لي ده 2 في اليونت ده اكتب برضه ايه 2 0 في ال 10 و 0 في ال 100 0 0 8 في اليونت بتاع 1000 ادي ال 8 5 في ال 10 بتاع 1000 ادي ال 5 هل اداني حاجة في ال 100 بتاع 1000؟ لا هنا 2 نمبرز بس يبقى ايه 0 تمام كده. طيب هنا في ال question 2 بيقول لي write the place value of the circle digit in each number as in the exam. مديني نمبر اهو عامل على ال 7 ديت ايه سيركل كده وعايز البليس فاليو. بليس قلنا المكان بتاعه يعني. طيب ده مكانه فين ال 7 فين؟ بعد من الاول يونت 100 الثلاثه دول واخد ايه شرطه كده بعدين 9 و 8 و 7 من يونت 1000 في 10000 في ال 100000 من كده كتب لي ال 100000 فتيجي هنا يونت 100 اللي بعدهم على طول مين؟ اليونت بتاع 1000 او اقول عليها 1000 تمام. تعال نعمل اكزامبل ده مثلا الزيرو اللي هنا ده يونت 10 100 يبقى ده موجود فين؟ في ال 100 اللي بعده 5 بعد من الاول يونت 10 100 اللي كده 3 نمبرز اللي بعد ال 3 نمبرز على طول دول ايه؟ ال 5 دي فين؟ في 1000 زي دي بالظبط 1000 تمام كده. طيب question 3 عن ال value بيتكلم عن ايه ال value التانية place فكنت بقول المكان هنا ال value ال value يعني active number هنا ال 7 7 هنا بكام؟ ممكن اقول على انها اسمها اصلا 7000 لانها 7 في 1000 كتب 7000 او قلنا طريقة تانية هو عايز ال value بتاع ال 7 بكتب 7 عادي واشوف قدامها كام نمبر على يمينها كام نمبر ال 2 وال 1 وال 1 دول 3 نمبر اشيلهم واحط بدالهم ايه 3 0 تمام كده. تعال نشوف دي في هنا ال 2 بكتب ال 2 في قدامها اي نمبر؟ مفيش. طب هنا 3 بكتب ال 3 وهنا في كام نمبر قدامها 1 2 3 4 اكتب 4 ايه 4 زيروز وهكذا. طيب لو هي زيرو اصلا يعني هنا مثلا الزيرو خلاص الزيرو الفاليو بتاعته الزيرو لو هو موجود في اليونت 10 100 1000 هيفضل زي ما هو زيرو ما تكتبوش بقى ايه 3 زيرو هي كده كده في الاخر زيرو. طيب الكويشن اللي بعد كده بيقول لي اعمل زي الاكزامبل بالظبط وتشوف الليترز دي بتقول ايه وتختار من الايه من النمبرز اللي قدام هنا بيقول لي 278000 بكتب انا عادي 278000 بعدين 628 628 وشوف هو موجود فين. ايوه بالظبط هو اللي ايه نمبر 2 ده تمام كده. وان شاء الله لو في سؤال ابعت لي. مع السلامه.